بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى الكريم. في هذا اليوم الطيب المبارك الأغر وبمقر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اجتمع ثلة من خيرة أبناء الجزائر وعلمائها ودعاتها لتدارس موضوع مهم، وهي مسألة الاستشارات الشرعية والفقهية، باعتبار أن كثيراً من أعضاء هذه اللجنة ومنتسبي جمعية العلماء في هذه اللجنة يعني هم بالأساس أئمة وخطباء ودعاة وأعضاء مجالس علمية وأساتذة في الجامعات الإسلامية والكليات الإسلامية هنا وهناك في ربوع الوطن، فاجتمع هؤلاء لتدارس آليات الاستشارات الفقهية وتنظيمها والاستشارات الشرعية، علما أن هذه الهيئة الاستشارية للفتوى والاستشارات الشرعية ليست بديلا ولا منافسا بحال من الأحوال لهيئات الإفتاء الرسمية التي يعني تنبثق سواء عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أو التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، إنما هي رديف معاون ويعني رافد خير إن شاء الله تعالى لاستشارات كما قلت فقهية، الهدف منها خدمة المرجعية الدينية لوطننا وخدمة المواطن، وتصب كما قلت في خانة خدمة الجزائر وخدمة الثوابت الوطنية. أهم ما يعني توصلنا إليه أولا استعمال وسائط التواصل الاجتماعي، وأصبحت يعني الآن ميسرة ومتيسرة، أيضا تأسيس لجنة مصغرة لي يعني تنسيق وترتيب هذه الأعمال ووضع الآليات الاستشارية وكيفية التواصل مع المستعدين لهذه الاستشارات الشرعية. لماذا؟ لأن الجزائر وطن قارة، شرقها وغربها شمالها وجنوبها، يصعب أن يلتقي هؤلاء جميعا في كل شهر أو شهرين أو حتى ستة أشهر يعني لتوسع الوطن أو يعني شساعة الجزائر ويعني ظروف الناس. فوصلنا إلى أن توضع لجنة أو تشكل يعني خلية تنسيق لهذه الهيئة الاستشارية إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يوفقنا لخدمة ديننا وخدمة وطننا وخدمة أبناء شعبنا، والحمد لله رب العالمين.